كيف حال المشاهدين؟ اهلا بكم في قناة حكيم. اليوم نحن في اليونان يا اصدقائي، هتلاقوا الطبيعة اختلفت عليكم. منطلقين الى محل اسمه بيك شوبينج، حبينا ناخدكم معنا في هذه الرحلة. محل بيك شوبينج هذا واقع في مدينة سالونيك في اليونان، ومحل فيه من كل الاشياء، فيه الكترونيات، فيه للحمام، فيه للمطبخ، فيه للاوكازيون، فيه ايه كمان بقى؟ والله انا ما شفته، يعني ما اعرف، لسه ما رحتلوش. ادي طبيعه اليونان يا اصدقائي، والجو حر جدا مش متعودين. ماهر، حلو العربيه دي الواحد يسافر بيها يحولها الى بيت متنقل. فعلا جميله، خليني اقرب لك منها شوي اهي. حولها الى بيت متنقل ويسافر كما تريد. سيارة تيرا اسمها، سيارة تيرا. هو اصلا محولها اصلا البرادر اليوناني يا مان. بس هذه من ايام الحرب العالميه الاولى يا اخي حكيم. ما هنا اليونان مش لاقين ياكلوا مير الا بعض الناس يعني. هو محل بيك شوبينج مستخبي ورا الشجرة هناك. محل بيك شوبينج مستخبي ورا الشجرة هناك يا أصدقائي. حكينا جبنا محل ملابس داخلية بتقول لي بيك شوبينج. أدي بيك شوبينج هو تحت الظل. ما رأيك في الظل هذا؟ جميل الصراحة، والله شجرة جميلة هذه، مبارك هذه الشجرة. ها هو بيك شوبينج رقم 2 ده، ليه هنا في بيك شوبينج وهنا؟ اخي حكيم جرب الجزمه تبعته وانا عجبتني هذه. خليني اقول لكم ثمنها كم. 24 يورو فهو الثمن. طبعا في اليونان ايضا بيخشوا بالماسك، كلنا داخلين بالماسك. واو، المحل هذا اشتريت منه اشياء كتير. بفكر اخد شنطه من تلك الشنط، اعتقد دي حلوة الصراحة، وتمنها ب 990 يورو. حكيم حششت الشنط. هذه مثلا الشنطة الصغيرة تبعت ده 11 يورو و 30 سنت. خلينا ناخد عينة اخرى. ايه ده، وكله نفس الثمن ولا؟ 11 يورو و 30 سنت، 14 يورو. المروحة دي شكلها خطير، تحسها كأنها بتاعت طائرة. واو، انا تركت حكيم يروح يشوف شغله وانا بقى حابب اشوف شغلي، وهي عدة الصيد يا جماعه، بحب الصيد جدا. خلصنا الشوبينج يا ماهر ولقينا شويه حاجات اشتريناها. المحل ده فيه كل حاجه، يعني لقيت مساحات الزجاج بتاعي، لقيت واي فاي انتينا ب 5 يورو، لقيت اتش دي ام اي كيبل. عايزين يا نطلع البحر وهنفضل كل شيء نعمل شوبينج؟ ما احنا عملنا شوبينج في بريطانيا. كنا نفسنا يا اصدقائي تيجوا معانا نروح نسبح هنا في اليونان. المايه جميله، وبعدين الحر بيحتاج رطوبه، يعني الجو هنا يختلف عن بريطانيا يا اصدقائي. الجو هنا حر، بقالنا اسبوع بنتشوي. ما رايك بهذه التيشيرت يا جماعه؟ اشتريتها من الايكي. لايكي اللي هو البازار، والله ب 6 يورو. انت شايف نفسك في الصعيد؟ ب 6 يورو والله جبت. دخلنا احنا على بيك شوبينج، والجو طبعا مش متعودين عليه في اليونان يكون بهذه الحراره. هنا في ليدل، هنا في ليدل يا اصدقائي. لو عايز تخش ليدل موجود في اليونان، محل ليدل. لو عايز تعمل سيرفيس عندك محل ماموث يغير لك الزيت،
يصلع لك السيارة. ايه رأيك كمان نقف نشتري واحد فرابي؟ اكيد المحل ده مليان اهو. ماشي انا ممكن اقف لك عادي. لا بس احنا رايحين ناكل دلوقتي يا ماهر. انت نسيت ولا ايه يا ماهر؟ طب انت بقى ليه بتقول لي يا ماهر اقف لي يا ماهر؟ انت هتتلخبط. عشان نقول للاخوة انه في فرابي في اليونان يا ماهر. خليك مصحصح معايا. خليك مصحصح معايا يا ماهر. الحر شديد في حاره 37 ورينا قارب ال 40. فين مكتوب في سيارتك درجة الحرارة؟ كام؟ 35. بس دي دايما بتقل 2 او 3. مدينة سالونيك. بطأ شوية يا ماهر اهي. مدينة سالونيك الضخمة دي. واو ايه ده؟ كل دي مباني؟ لأننا في منطقة جبلية عالية. اليونان حلوة الصراحة. اليونان حلوة أصدقائي، لازم لا ننكر ذلك. في محل هنا بيبيع حاجات للحيوانات اسمه بيت شوب. تبقى ظلمتنا لو ما خدناش على البحر بقى. نفسي الصراحة اللي انا عايز اغطس جسمي كده خليه يتقل شوية يترطب بالماء، ماء البحر. وعايزين نصطاد وعايزين نعمل حاجات كتير. اهي خالكيديكي من هنا. خالكيديكي هذه اكتر منطقة مشهورة للبحر في اليونان. اهي الطبيعة اليونانية، الطبيعة اليونانية اهي اللي بيتساءل ورينا اليونان اهي.